نعم، يقول يعني هناك بعض الطلبة الذين يدرسون في الخارج يعني يقصرون ويجمعون ويفطرون في رمضان بحجة أنهم مسافرون، وبحجة أنه في فتاوى لبعض أهل العلم أنهم يقصرون ويجمعون لأنهم ما زالوا مسافرين. هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الطلبة الذين يدرسون في الخارج والسفراء والعاملون في السفارات والمكاتب الثقافية والصحية والعسكرية وبعد شنو بعد برا، المهم هؤلاء والذين يعملون مثلا هناك مثلا شركات أو غيرها، وكذلك هنا في الكويت يعني أذكر كان عندنا بعض المدرسين من الفلسطينيين والمصريين والسوريين وغيرهم حفظهم الله تبارك وتعالى، يجلس يقول صار لي في الكويت 25 سنة 30 سنة 35 سنة بعضهم. طيب هذا تصوروا 35 سنة يقصر الصلاة ويجمع ولا يصوم في رمضان، متى سيقضي هذا الإنسان صومه وكذا؟ فالصحيح والعلم عند الله تبارك أن هؤلاء مقيمون وليسوا مسافرين، الطلبة والسفراء وأعضاء الهيئة الدبلوماسية والمكاتب الثقافية والصحية والعسكرية والتجارية والشركة والذين يعملون في الشركات والذين يعملون في أي بلاد كان، الصحيح أنهم مقيمون ولذلك لا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون، هذا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما كونهم يتعلقون بفتاوى لأهل العلم فهذا يعني ما يتجرى الإنسان على هؤلاء العلماء، هذا اجتهاد منهم. فإذا كان هذا الذي أخذ بهذه الفتوى مقتنع بها يقينا وهو بحث في المسألة واقتنع، هذا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أما إذا كان أخذ بهذه الفتوى لأنها وافقت هوى في نفسه فهذا قطعا لا يجوز، يعني يرجع كل إنسان إلى دينه بينه وبين الله تبارك وتعالى.